صباح الخير على كل متابعينا في برنامج مدرس على الهوا. طبعا انتوا عارفين احنا يعتبر بادئين البرنامج بتاعنا في 18/8/2019، وكنا مركزين في بداية الأمر في اللغة الإنجليزية فقط، وبعد طلب العديد من المدرسين إن احنا ننزل بقية المواد العلمية كلها، زي مثلا فيزياء وكيمياء وأحياء والمواد الأدبية زي تاريخ وجغرافيا، فلسفة ومنطق، علم نفس واجتماع، بالإضافة للغات طبعا، اللغة الألمانية واللغة الإيطالية واللغة العربية، بالإضافة طبعا للإنجليزي. في بداية الأمر طبعا أنا كنت عايز أوضح بعض المناوشات اللي هي بعض المدرسين بيحبوا يستفسروا عنها عندي على الفيس كتير. طبعا كل المدرسين كانوا بيقولوا دايما ليه البرنامج إنجليزي بس مش كل المواد. طبعا يعني الرد للموضوع ده، انا في الاساس يعتبر مدرس انجليزي، فلو استضفت هنا في البرنامج مدرس واثنين وثلاثه وعشره، اوكي انا هعرف ادير الموضوع بشكل كويس، والمدرس الانجليزي اللي جاي يشرح عارف ان هو هيقعد قدام مدرس انجليزي، فطبعا الدنيا هتطلع مظبوطه بشكل كويس. طب ايه السبب اللي احنا ما كناش بنطلع بالمواد الاخرى الفتره اللي فاتت؟ طبعا كان السبب الرئيسي وراء الموضوع ده ان انا دلوقتي اللي بقدم البرنامج. فانا دلوقتي لو قدمت مدرس فيزياء او كيمياء او احياء، اي ماده من المواد العلميه اللي انا يعتبر مش ضليع منها او اخر علاقتي بيها لما كنت في ثانويه عامه، فمش هعرف اقيم الموضوع بشكل كويس. تمام، فوصلنا في لحل هذه المشكله ان احنا طبعا بنحاول نعمل دراسه كويسه جدا عن اي مدرس هيطلع عندنا هنا، لازم يكون حد كويس جدا في الماده العلميه بتاعته، وفي نفس الوقت يعتبر المواد العلميه الحلقه اللي بتتسجل بيتم متابعتها من مدرسين في كل مادة يعتبر هم متعاقدين معانا، بحيث يقيموا الحلقة بتاعة المدرس ده. على سبيل المثال لو خدنا مدرس مثلا فيزياء شرح، الحلقة بعد ما بتتسجل بتتعرض على المدرس ده ويقول ايه التوجيهات بتاعته بالنسبة للمادة او للمدرس بصفة عامة، بحيث المواد كلها تطلع على ما يرام. تمام، بنحب نوضح برضو حاجه تمام، يعتبر بالنسبه للانجليزي احنا يعتبر زي ما قلنا قبل كده احنا بادئين من 18/8، خدنا شرح الانجليزي كمنهج خلصناه تماما، وبنراجع تقريبا دلوقتي بقى لنا بتاع حوالي 7 8 حلقات مع فريق العمل اللي معانا، اللي هو يعتبر بيتكون من مستر نبيل بكير، مستر صلاح عبد الله، مستر خالد عطيه، مستر خالد عبد الهادي، مستر محمد فتح الباب، مستر محمد منصور، مستر رمضان التركي، مس مهتاب ممدوح. وده بالنسبه للاستاف بتاع الانجليزي. وطبعا كان معانا في الالماني هير خالد الفقي، وكان معانا في اللغه العربيه مستر محمد عطيه ومستر عمرو جويش ومستر محمد السخاوي، وهيبقى معانا النهارده في الكيمياء ان شاء الله مستر حسين نجم. اوكي، ودلوقتي احنا يعتبر نوهنا عند الخطه بتاعتنا المستقبليه بالنسبه للبرنامج، ان احنا هنشرح في كل المواد وهيبقى متوافر بالنسبه لكل المواد العلميه او الادبيه، ابتداء من المراجعات، بحيث في خلال الفتره بتاعت المراجعه اللي احنا من دلوقتي لحد شهر 6 امتحانات الثانويه العامه، بيكون بنكون فريق عمل بالنسبه للمواد التانية زي اللي احنا عملناه من الانجليزي. طبعا ماده الانجليزي بالنسبه لنا فريق العمل يعتبر مكتمل، بس طبعا لو لقينا ان في اي مدرس من المدرسين عنده ميزه معينه او هيفيد معانا الجروب باي حته فنيه او طريقه شرح فيها تشويق اكتر، فطبعا بنضمه لفريق العمل بتاعنا. اوكي، بالنسبه للمواد الثانيه يعتبر احنا بناخد الفتره دي يعتبر من 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 الوقت اللي احنا فيه دلوقتي لحد شهر 6 امتحانات الثانويه العامه، بنستضيف مدرس واثنين وثلاثه من جميع المواد من جميع المحافظات عشان الفرصه تبقى متاحه لكل الناس وباب المشاركه مفتوح لكل المدرسين. بالتالي بنستخدم الفترة دي ان احنا نكون فريق عمل متكامل، بحيث نبدأ الموسم الجديد بكل المواد يبقى فيها فريق عمل متكامل. طيب لما يكون عندنا فريق عمل متكامل احنا بنستخدم الموضوع ازاي؟ احنا بنستخدم الشرح بتاع المدرسين على الهوا في الحلقات هنا، بس طبعا انتوا عارفين ان الحلقة لا تتعدى الساعة ساعة الا 10 على الهوا، فالمدرس ما بيقدرش يقول كل حاجة هو عايز يقولها. تمام، هو بيشرح اوكي بالتفصيل، بس ما بيقدرش يقول كم التمارين اللي هو عايز يقولها في الحلقه. فبالتالي احنا حاولنا ندعم الفكره دي ازاي. طبعا احنا نعتبر نفذناها في اللغه الانجليزيه. بالنسبه للغه الانجليزيه احنا معانا فريق عمل تقريبا يتراوح من 8 ل 10 مدرسين، اوكي، كلهم ما شاء الله خبرات كبيره جدا في اللغه الانجليزيه على مستوى الجمهوريه من اماكن مختلفه كلهم. تمام، بحيث يبقى في تنويع وطريقه عرض مختلفه.
عشان نحل المشكله ان المدرس ما بيقدرش يقول كل حاجه على الهوا ازاي، وما بيقولش كل الحلقات، لان انا دلوقتي عندي 10 مدرسين. طيب انا عندي منهج الانجليزي على سبيل المثال عباره عن 18 يونتس 18 وحده، وعندي 8 شابترز اللي هو 8 فصول في القصه. طيب لما يكون انا عندي 8 او 10 مدرسين، هتلاقي كل مدرس هياخد له مثلا من 3 4 وحدات وفصلين في القصه، مش هيطلع كل الايه الحلقات. تمام. طيب ايه اللي يربط الفكره دي كلها بحيث الطالب بحيث بيتابع الاستاف ده كله وبيتابع كم التمارين اللي ممكن يتقال؟ عملنا حاجه اسمها كتاب مدرس على الهوا. كتاب مدرس على الهوا ده يعتبر كتاب مراجعه للثانويه العامه، وعملنا الكتاب ده وشارك في اعداده الاستاف بتاع الانجليزي اللي معانا كله. تمام. في اللي شارك بالامتحانات ثانويه عامه سابقه، في اللي عمل نماذج من عنده، في اللي جمع جمل اختياري على المنهج، في اللي جمع اسئله على القصه. قعدنا اكتر من اجتماع مع بعض بحيث نعمل موديفيكيشنز للماده العلميه دي ونطلعها في شكل كويس بالنسبه للطالب. فعملنا كتاب مدرس على الهوا، ويعتبر ما شاء الله الكتاب دوت يعتبر طلع كتاب تحفه وماده علميه يعتبر بتجمع بين خبرات الناس دي كلها، وكانت فكره جميله جدا، وطبعا ونجحنا فيها في اللغه الانجليزيه. طبعا احنا في صدد ان احنا ننفذ نفس الفكره بالنسبه لبقيه المواد الدراسيه. فطبعا ما عرفناش ننفذ الفكره دي قبل كده، لان زي ما قلت لكم احنا يعتبر كنا مركزين في الانجليزي بس، ولكن في الفتره الجايه هنبدا يشارك معانا المدرسين بتوع المواد العلميه والمواد الادبيه، وبناء عليها هنكون فريق عمل من المدرسين دي، وبناء عليه هنبدا ننفذ الكتاب بحيث يبقى كتاب مدرس على الهوا ده موجود في كل المواد. ومن ثم يبقى دلوقتي الطالب معاه سلاحين، السلاح الاول بيبقى قدامه المدرس بيشرح على الهوا، والسلاح الثاني ان الماده العلميه وكل التمارين اللي المدرس معهوش مساحه الوقت اللي هو يعرضها على الهوا هتبقى موجوده فين؟ في الكتاب اللي هو بتاع مدرس على الهوا. طبعا احنا بنتمنى التوفيق لكل الطلبه بتاعتنا اللي هي بتتابعنا وكل المدرسين اللي بيتابعونا. وطبعا بحب انوه برضو على اساس ان انا اول ما عملت اعلان عن البرنامج على الفيس، طبعا جالي العديد جد كبير جدا او عدد كبير جدا من السيفيهات بالنسبه للمدرسين اللي هم عايزين يشاركوا معانا. بس طبعا البرنامج احنا المفروض فيه اعداد محدده بالنسبه للمدرسين، وبيشترط بعض الامور. على سبيل المثال لو انا مثلا معايا مدرس انجليزي من منطقه معينه، وليكن مثلا اي منطقه مثلا في القاهره، وليكن مثلا شبرا، اوكي معانا مدرس انجليزي خلاص، يبقى مش هيتاخد مدرس تاني. يعني تعدد اكتر من مدرس في نفس المنطقه ده موضوع مرفوض تماما. الهدف بالنسبه لي ان يبقى في كل منطقه فيها مدرس او كل محافظه فيها مدرس، بحيث من خلال المدرس ده البرنامج والمحتوى العلمي بتاع الكتاب او بتاع الحلقات المباشره على الهواء بتوصل للايه للاماكن دي، بحيث يبقى احنا عاملين توليفه تقدر تدم معظم محافظات القاهره. تمام. دي بالنسبه لبعض الافكار اللي كان بيجي لي دايما ايه اسئله عليها من اغلب المدرسين. بكرر تاني ان باب المشاركه مفتوح لكل المدرسين، اي مدرس عنده فكره عنده تميز في حته معينه ويحب يشرفنا، طبعا الباب مفتوح، لان الهدف الرئيسي والمهم بالنسبه للموضوع هو توفير خدمه تعليميه متميزه لكل الطلبه على مستوى الجمهوريه. تمام. فبنكرر تاني باب المشاركة مفتوح لكل المدرسين اللي عايزين يطلعوا معانا في البرنامج. بنشكركم، وان شاء الله من وقت لآخر هيبقى لنا فقرات مسجلة كده بحيث نقدر نرد بشكل تفصيلي على كل الاستفسارات بالنسبة للمدرسين اللي بتسأل عليها. شكرا، ونشوفكم دايما على خير.